النهاردة حلقة مهمة جدا 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 جدا، وهي منفردة لأن هي نقلة ما بين عصر المدينة اللي احنا خلصناه وخلصنا كل نتائجه وكل المعايب التي أنا جهزتكم ليها التي ستظهر بعد عصر وفاة الرسول، بعد 11 هجري يعني. لأن بعد عصر وفاة الرسول لا قداسة لأحد، الصحابة طبعا موجودين من تبقى منهم ومن عمر، لكن أنا أقصد القداسة في مسألة الدين إلا اللي أنا شرحته امبارح، إجماع الصحابة. وأنا شرحت ليه إجماع الصحابة هو الإجماع الوحيد المعتد، مش أي إجماع، معتد يعني دين، ها؟ لا أستطيع أن أنقضه إذا ما قال الصحابة جميعهم نحن رأينا ذلك أو سمعنا ذلك. وفرقت ليكم بين الإجماع ده وإجماع من تلاهم اللي فيه إعمال العقل والرأي، إذن هو رأي بشري. ولسه هنشوف الفقه الكلام ده كتير كتير.